السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما المصريين القدماء، وهفضل أقولهم أصل كل شيء. موضوعنا النهاردة عن عصا بيستخدمها سكان استراليا لحد دلوقتي في الصيد، هي عصا البومرنج. عصا البومرنج دي لو بصينا عليها هي أصلها مصري قديم، وهي شبيهة بنفس العصا اللي بيستخدمها سكان استراليا. عصا الرماية كانت تستخدم لصيد الطيور، ظهرت في عصر ما قبل الأسرات، وهي عبارة عن قطعة من الخشب واخدة شكل منحني عند الطولت بتاعها الأخير زي ما حضراتكم شايفين، وواخدة شكل تقريبا زاوية منفرجة. وكان طبعا الصياد اللي بيصطاد كان بيبقى واقف وسط المستنقعات، وواقف على قارب من البرد زي ما حضراتكم شايفين، بحيث أول ما بتقرب الطيور عنده بيكون مستعد علشان يبتدي يرمي العصاية ناحية الطيور. وطبعا العصاية دي لما بتيجي تترمي بتترمي بحركة دائرية، فبيبقى في عدد طيور كتير جدا، فبتتصوب طبعا العصاية فتصيب اكتر عدد من الطيور، فاول ما بتسقط هذه الطيور بيبتدي يصطاد تلك الطيور. وطبعا كان في ادوات للصيد كتير، بس دي كانت افضل وسيلة للصيد هي عصا الرماية، عشان تعتبر ليها دقة بالغة جدا في الصيد. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمني تعليقاتكم وآراءكم، ودايما كنت هفضل أقول إن المصريين القدماء هم أصل كل شيء. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.